مشاهدي قناة باستارز، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. فاجأ الشاب خالد جمهوره بارتدائه الزي السعودي خلال إحياء حفلته بالرياض بدولة سعودية، وقد شارك الشاب خالد زيه مع منسق الأغاني العالمي الفرنكو الجزائري دي جي سنيك. لعرض إعلاناتكم على باخة باستارز، تواصلوا معنا عبر البريد الإلكتروني وتطبيق الإنستغرام، وتشجيعا لنا اضغطوا على زر الإعجاب واشتركوا في باستارز على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تيك توك، إنستغرام.